كلا كلا يا مجرم. تستمر الأصوات المطالبة بالإصلاح الحكومي والقضاء على الفساد في العراق مع استمرار معاناة الشعب وتجاهل الحكومة لمطالب المواطنين المشروعة والبسيطة. أهالي قضاء شط العرب بمحافظة البصرة خرجوا في تظاهرة حاشدة لرفض قانون خصخصة الكهرباء، لا سيما بعد أن عانت مناطقهم من الإهمال الحكومي في مختلف الجوانب التي تمس حياة المواطن في المحافظة. نهبة أموال هذه المدينة ونشوف هذه المدينة يعني خدمات بمستوى صفر، وكل الأمور سواء كان على قطاع التربية أو التعليم أو الصحة أو على قطاع الخدمات، إحنا كل شيء ما تقدم لنا ولا تقدم لمحافظة البصرة. المواطنون طالبوا الحكومة بإلغاء قانون الخصخصة والقضاء على الفساد والمفسدين، معتبرين الخصخصة إحدى فروع الفساد المستشري في العراق والذي أنهك المحافظة ودمر بنيتها التحتية. الخصخصة جزء من الفساد، والفساد حقيقة نهش جسد هذه المدينة بشكل كبير. الشارع البصري عد مشروع قانون خصخصة الكهرباء بمثابة مؤامرة ضد المواطن البسيط، مطالبين بإلغائه فورا بقرار رسمي بعد أن ضاقوا ذرعا بالوعود الحكومية الكاذبة التي تصدر بين الحين والآخر. الحكومة شبعنا من عندها وعود كاذبة من بدايتها من تاريخ السقوط إلى هذا التاريخ، من تاريخ 2003 وإلى هذا اليوم، سرقة وتعدي على أموال المواطنين. وعلى الرغم من سلمية التظاهرات التي قادها شيوخ العشائر في البصرة، إلا أن المتظاهرين هددوا الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر جدية في حال عدم استجابتها لمطالبهم. إذا تجاهلت هذا الموضوع والله العظيم سيبدر من هذا الشعب المجروح، سيبدر ما يحمل عقباه. وفي حين تتواصل الاحتجاجات الغاضبة ضد خصخصة الكهرباء في البصرة ومختلف المحافظات العراقية الأخرى، يبقى هذا المشروع عبئا جديدا يثقل كاهل المواطن البسيط.